عربي، ولكن انا لم اقل عن قبيلتك شيء. فهجموا علي كل دقيقة، يهجم علي واحد. كم واحد هجم عليك؟ والله جيش 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 جيش، لا يعقل. جيش في كل واحد. مكان. طيب أخبرني كيف أهدي سؤال، الأوضاع معهم. تعال بعزمك، تعال في السعودية تعيش عندي واحل الأمور معك ومع ربي. ترى يا أصدقاء، هذا ممنوع تتنمر عليه، هذا إذا تنمرت عليه وراءه قبيلة بالكامل. رأيت ماذا حصل؟ قلنا له سارق أحذية، هذا ليس وحده. ما تدري حنا من يا فاروق؟ حنا تعب من ذبحة الحائل لطامة العائل. وتدري نحن من؟ تعبة تدري أنا من؟ ايه وهل تدري أنا من؟ هل من تدري أنا من؟ من عبد متواضع لله عز وجل. كلنا عبيد لله. وهذا بس لا اسمع داعي لكي فاروق، تتفاخر بالأنساب. التفاخر بالأنساب من أفعال الجاهلية. كلنا بشر، تفاخر بالإسلام، تفاخر بديننا، كلنا بشر، كلنا مسلمون. صح. اسمع فاروق، تبع تحبك. ها نعم، لا، العداوة قلل شديدة. حبوي، قلل حبوي الهالة. انظر، إذا صاروا بس يحبونني وبعدها لا يدخلوا عندي ويسبونني. إذا زاد صح. الكارهون يزيد التفاعل، فلا داعي لكي يحبوني. لماذا لم أعتذر أمك أنا؟ بان لماذا لم أعتذر أنا؟ لأني رأيت أن هذه الحرب بيني وبينكم رهنت يا ابو يزيد انجليز رهنت. التفاعل. ايه هل تعلم أني لا أفهم أي شيء تقوله؟ انا باليلا افهم كلمة واحدة، نص كلمة باليلا افهمها. والله يوم اسمع سميتك العربي لم أكذب. تعيش في قرية أنت؟ اسمع، عندي ناقة تشتريها. الحوار، أنا أمشي هكذا وهو هكذا، أنا أشرق وهو يغرب. ايه ما بكتب طير القبيلة، هل تفهم علي؟ لأن يوم ما بكتب طير القبيلة بكتقف، أنت أبك تحاول تقف أن تجعلني يوم أقع تجيب في طير الفقر القبيلة. وأتحدث عن القبيلة وتجلب لي مشاكل. أنت لا تعلم اسمع هذه. فاروق، اسمع شوف، يوم تجيب طاري عتابة ارحبي صباح هل النور، سوف اخذ انقاض تقارن نور. قبل أن تتحدث معي وأنت تعاطيت القات وتعاطيت حشيش أو شيء لا 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 غير لا 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 مالي فيها، ارحبي اربع نقاط من هولة. اسمع شوف، يوم تقول عتابة، جيت تقول عتابة اقف اقف، يوم تقول عتابة اقف لما سأقف؟ احتراما وتقديرا لهذه القبيلة. تدري احنا من؟ من؟ احنا خوال الرسول. تدري احنا تابع لطامة الآية، ذبحت الحائل لا انتم اللي كبستوا دعم لا انتم. عموما وداعا يا صديقي. تعال 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 بس اسمع، تعال اسمع، عندي ناقة تشتريها. نفت عمري 66، أريد أن أتزوج. أنت جدا متحركة. أكره هذه شخصيا، أكره هذه القبليات والتحزبات القبلية. نحن كذا، نحن كذا، أنتمي لكذا، أنتمي لكذا، مسلم. هذه التحزبات وهذه الأمور ليست من عادتي، أنا من عوائدي. عرف نفسك، أنا مسلم، أعبد الله، رسولي محمد صلى الله عليه وسلم، ديني الإسلام، قبيلة، تاريخي، تاريخ أجدادي، كذا الأمور. أنا تدخل لي من هنا وتخرج لي من هنا. قبيلتك لست أنت من اخترتها، لكي نتفاهم، لست أنت من اخترتها. إنجازات قبيلتك لا تعني إنجازاتك.
الإنجازات خاصة بهذه القبيلة، خاصة بأجدادك. بالعكس، هي ثقل على ظهرك، هي مسؤولية على ظهرك على أن تكون واعي وكافي بهذه المسؤولية. نعم، هو يمزح. لا لا يمزح، لا يمزح. هل تعلم لماذا لا يمزح يا رجل؟ لأن عائلتي من جهة والدتي أمازيغ متعصبون، فهمتم؟ أنا عشت في هذه البيئة، عشت مع المتعصبين عرقيا والمتعصبين قبليا، لأن عائلتي أساسا منهم. فأنا صرت أكره هذا الموضوع. أنا طفولتي كاملة عندما كنت أقضيها مع أهلي من جهة والدتي، إن والدي أصوله عربية ووالدتي أصولها أمازيغية. طوال الوقت كانوا يقولون لي أيها العربي أيها العربي، يسخرون مني، ولديهم تلك العنصرية للعرق الأمازيغي وهكذا. فأنا صرت متعب من هذا النوع من الحوارات، صرت متعب من هذا الناس التي لديها هذه الأفكار القبلية. إنك عندما تكون تعرض لل كيف أقولها تعرض لهذه العنصرية، تعيش وسطها، يبدو لك شيء تافه، شيء غبي. ما رأيك بالعادة اللعينة؟ لعنة، لعنة ابتلي بها الشباب يا رجل. الأمازيغ ويطقطقون على العرب. الأمازيغ لديهم فخر كبير جدا. كما لديك أنت فخر لأنك عربي، فالأمازيغي لديه فخر لأن أمازيغي، الصيني لديه فخر لأنه صيني، فهمت؟ فأي شخص، استغفر، شخص وضع لي رقمه، فاروق زائد 90 535 215 55 38، ماذا سأفعل برقمك يا صديقي؟ لما كتبت لي رقمك أو رقم شخص تعرفه؟ ماذا سأفعل بهذا الفكر الرقم؟ السلام عليكم. عليكم السلام. يا حي، كيف حالك؟ الله يسلمك بخير. ولد دخلت الأخ من أين؟ ها؟ 300,000 نواف دخل معه فرق تأتوا فرق لا أعطى أرحب يا وش هو ذا فاروق؟ ذا مغربي ذا. أنت فاروق؟ ذا مفهوم المغربي. نعم، من أين الأمر؟ ها؟ وش هو؟ فاروق فاروق وش القنفذ؟ القنفذ وش هو؟ لا تصحب هو دحين ترى مستغرب يشوف هو حلو بيطلع يا رجال. لا تطلع يا رجال، لا تطلع، ترنا طالبينك يا رب. طالبه يا فاروق ما تطلع. يلا هات هات. ايه قول يا قوم يعني وش انتم؟ وش من الحين؟ مشهور عنده 300,000 متابع. ذا كان يلعب في المنتخب المغربي ترى. ذا نذر اي كان يلعب، شفت حمد الله؟ والله يلعب انت لاعب. نعم، ألعب في كرة القدم النسوية. كرة القدم للنساء. أنت لاعب ولا وش أنت؟ أهو ستة كبس يعني شام وشير وورداتكم و... من أي دولة أنت يا أخي؟ أرحب يا فاروق، إيش تقول؟ من أي دولة أنت؟ أنا من السعودية. من أين؟ الريف، البادية. تعرف بيش؟ من بوادي السعودية أنت، لست من المدينة. أيوة من البوادي، ماني من المدينة. لا واضحة. أنا من المغرب أنا. لا كذاب. شوف هذا يشجع ميسي، يشجع. أنا أشجع رونالدو. يشجع برشلونة، شوف يحبه. الدون عمك. أصلاً لا داس. وحتى القلب لم تقوم به بشكل صحيح. هكذا يقومون بالقلب. أنت وش تشجع؟ يعني رمز القلب لم تقوم به بشكل. وش تشجع؟ يا فاروق. نعم. وش تشجع انت؟ اي فريق تشجع؟ علم المحتوى. كذا يا ولد. وش محتوى؟ ليش سعودي قطاط؟ يا فاروق. مجهو. يومكم سعيد يا اصدقائي.
أو يوم واو What the fuck